نهني اولا شعب الجنوب بالعيد الخامس والخمسين للثوره المجيده، ويمر الشعب الجنوب اليوم بظروف للاسف قاهره سواء على المستوى المعيشي او على المستوى الامني. نتطلع ان تكون الاعوام القادمه افضل رخاء واستقرارا وازدهارا خصوصا في المحافظات الجنوبيه. ثقتنا بالله ثم بالقياده الجنوبيه ممثله فخامه الاخ القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي النائب رئيس مجلس القياده الاعلى بالخروج من هذه الازمات الخانقه التي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الامني وعلى المستوى العسكري. راينا القوات المسلحه الجنوبيه الى ايام قليله وهي تقاوم في جبهات شبوه وجبهات ابين او في الحد في يافع او في شمال الضالع. تمر تحل علينا هذه المناسبه والشعب الجنوبي قطع شوط كبير في تحقيق الاستقلال الثاني بإذن الله، الذي نتمنى أن تتغير المنهجية والاستراتيجية الجنوبية من الأفراد والتأطير إلى حرية شعب منفتح على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم.